ضغط عالي ناجح من جانب محمد النني، ضغط حلو قوي محمد النني، ضغط حلو ولعب كوره للتريزيجيه عايز يريحها لمصطفى، لكن على طول المره دي باصت سهله للحارس الزمالك. هو بصوا هنا وهو حتى الان استعادوا السلبي محمد هاني لم يتماسك لصالح المنتخب الكونغولي، لسه المباراة حتى الآن تعادل سلبي. شفنا المباراة اللي سبقت هذه المباراة واللي شاهدت هدف في اللحظات الأخيرة لمنتخب غينيا كوناكري في مرمى غينيا الإسرائيلية، بعدما كل كان بيتحدث عن غينيا الإسرائيلية الفارس طبعا في هذه المباراة سيلاقي غينيا كوناكري. روي فيتوريا تعليمات